أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، أهلا بكم معنا في حصاد الرياضية والبداية دائما مع أبرز العناوين. الحسين في صدارة الترتيب بفوزه على الفيصلي يوم الأمس. واللجنة التأديبية تتخذ قرار بتهبيط أندية الدرجة الثانية. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام بكل تأكيد في هذه الحلقة، وحديث عن أبرز الشؤون المحلية كرويا، والحديث في البداية عن بطولة دوري المحترفين لكرة القدم. ضيف الحلقة لهذه الليلة الزميل الصحفي ثائر الشيباني. سعد مساء الخير. مساء الخير لك زميل ليث وللسادة المشاهدين. عنوان أبرز الرمثة، الأهلي الحسين في صدارة الترتيب بنفس النقاط. يعني ثبات مستوى ثلاث أندية، رغبتهم في تحقيق الفوز يعني تواليا في الفترة الماضية وضعهم في صدارة البطولة، مع يعني تأكيد على أن الحسين لديه لعب مباراة أقل. نعم. خاصة أن مباراته مع السلطة ستقام يعني نهاية العام الحالي بعد أن تأججت بسبب مشاركته الآسيوي، لكن كل الفرق الثلاث قدمت مباريات كبيرة، خاصة الرمثة أمام فريق معان، الأهلي أمام شباب العقبة في العقبة، والحسين أمام الفيصلي. أعتقد أنه حقق فوز ربما يكون الأهم في مسيرة نادي الحسين حتى الآن في بطولة الدوري. نعم، الخميس بدأت هذه الجولة وهذا الأسبوع السابع من بطولة دوري المحترفين بلقاء جمع الصريح ومغير السرحان، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، هي المواجهة الوحيدة التي انتهت بنتيجة التعادل. أكيد كلا الفريقين خسر نقطتين مهمتين، خاصة أنه الصريح ومغير السرحان يبحثان عن يعني تحصيل أكبر عدد من النقاط في مرحلة الذهاب، خاصة ليث أنه يعني المباريات تزيد صعوبة. نعم. خاصة مع نهاية مرحلة الذهاب بداية مرحلة الإياب، ولهذا الفريق الذي يعني يستطيع جمع أكبر عدد من النقاط أعتقد أنه يريح نفسه في يعني فيما تبقى من منافسات بطولة الدوري. خسر الصريح نقطتين وكذلك مغير السرحان، عليهم أن يعني يراجعوا حساباتهم في الجولات المقبلة، خاصة أنه يعني هبوط أربع فرق سيزيد المتاعب على الأندية التي يعني ستحاول الهروب من شبح الهبوط. نعم، في لقاء آخر العقبة والأهلي العقبة في أسوأ ظهور له في بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، تعرض للخسارة أمام الأهلي الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم، فوز كبير للأهلي على شباب العقبة، وهذا يؤكد بأن الأهلي طموح كبير هذا الموسم. يعني أفضل بداية لفريق النادي الأهلي، 16 نقطة من يعني أربعة فوز وتعادل وخسارة، خمسة فوز وتعادل وخسارة، هذه بداية جيدة لفريق النادي الأهلي، تمنح لاعبيه الجهاز الفني مجلس إدارته دفعات معنوية كبيرة لإكمال مشوارهم. المنافسة على لقب الدوري حق مشروع للأهلي، للرمثة، للحسين، للوحدات، للفيصلي، لكل الأندية التي تريد الحصول على اللقب، لكن الأهلي عليه العمل أكثر إذا ما أراد منافسة يعني الحسين بالدرجة الأولى، الوحدات والفيصلي وحتى بقية الأندية. دوري صعب جدا ومعقد، بالمقابل فريق نادي شباب العقبة يظهر بشكل سيء في هذا الدوري على وجه التحديد، 6 خسائر من أصل 7، فوز وحيد، أضعف دفاع، هذا كل يعني كله لا يصب في صالح نادي شباب العقبة مع بقاء تقريبا 4 جولات على مرحلة الذهاب و11 مباراة على مرحلة الإياب. أمام شباب العقبة عامل كبير وكبير جدا، سواء مجلس الإدارة، الجهاز الفني واللاعبين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أن الوضع صعب ويزيد تعقيد من مباراة لأخرى في حال واصل نادي شباب العقبة خسارة. ما الذي حدث مع نادي شباب العقبة الذي كانت الإشادة به في بداية ظهوره في دور المحترفين؟ الثبات على جهاز فني، الثبات حتى بتقديم دائما مواجهات يكون ند قوي في بعض المباريات، تراجع كبير للفريق منذ لحظة إعلان ثباته الموسم الماضي، شاهدنا الفريق يتعرض للخسائر وبنتائج كبيرة، ويتواصل هذا المسلسل من الخسائر هذا الموسم. ليث، البداية من استقالة رئيس النادي السيد رجب درويش، هذه كانت بداية انهيار نادي شباب العقبة، وهذا ليس تقليل من يعني ما يقوم به مجلس الإدارة الحالي، لكن في النهاية يعني رئيس النادي شعر بأن هناك خطورة كبيرة، خاصة أن النادي عليه مديونية يجب أن يسددها، غادر عدد كبير من اللاعبين. عندما نتحدث عن حماد الأسمر الذي ذهب إلى نادي الهاشمية، أحمد أبو حلاوي أعلن اعتزال، وياسر رواجدي ذهب نحو الصريح، وعيسى السباح اعتزال، وعديد من اللاعبين غادروا فريق شباب العقبة، اختل توازن الفريق، اللاعبين الذين قدموا إلى فريق شباب العقبة بحاجة
إلى مزيد من الانسجام. لا نريد أن نظلمهم على ما يقدمهم مع فريق شباب العقبة، لكنهم لاعبين جاءوا من أندية أخرى، تجمعوا مع في نادي لأول مرة يلعبوا معه، وهذا كله أعتقد أنه ساهم في سوء نتائج نادي شباب العقبة. 6 خسائر أنا بعتقد أنها قاسية، وقاسية جدا لفريق كان يشار إليه بالاستقرار الفني، بالإداري، بنوعية اللاعبين. حتى أغلب اللاعبين نادي شباب العقبة كانوا يفضلون البقاء في نادي شباب العقبة على الخروج لأندية أخرى، وهذا يدل على أن النادي كان يعيش حالة استقرار كبيرة على الصعيد الإداري والفني واللاعبين. عندما اختل جزء من هذا الاستقرار عانى شباب العقبة، ظهر هذا بوضوح على نتائج الفريق، ولهذا يعني على فريق شباب العقبة أن يعيد حساباته إذا ما أراد البقاء في دوري المحترفين لموسم الآخر. نعم. طب اليوم لما نحكي عن نادي مدينة العقبة وأضاف إضافة جميلة لدوري المحترفين، يكفي أنه شاهدنا مباريات في العقبة، الجماهير أجواء يعني كانت في مواجهات الأندية الجماهيرية مع نادي شباب العقبة. هل يعقل اليوم كمدينة اليوم نتحدث عن العقبة ما فيها لاعبين، ما فيها هاوين لكرة القدم اليوم يسقلوا مواهبهم ونشوفهم في النادي ويقدموا إضافة للكرة الأردنية؟ يعني اليوم احنا الهدف لما نحكي نادي من محافظة انه توسيع رقعة لعبة كرة القدم، مش تتعاقد في نهاية المطاف من لاعبين في عمان او في الزرقاء. واليوم انت ما عملت دورك اللي احنا بننتظره اليوم منك في كرة القدم الأردنية. يعني ليت لما احنا بنحكي رمثة ومنشيد في الرمثة وفي أبناء نادي الرمثة والفئات العمرية نادي الرمثة، هذا يظهر على الفريق الأول لنادي الرمثة. هذا الأمر مش متوفر ولا في أي نادي آخر. تجربة الرمثة ودرس الرمثة يجب أن يحتذى وأن يؤخذ عبرة لنادي شباب العقبة ولبقية الأندية التي تعتمد على شراء اللاعب الجاهز الذي يقضي موسم أو موسمين ثم يغادر إلى نادي آخر. نادي شباب العقبة الدليل أنه لا يوجد هناك اهتمام بالفئات العمرية. أغلب لاعبي نادي شباب العقبة من أندية عمان وحتى من الأكاديميات ومن الفئات العمرية لأندية عمان، وهذا يدل أنه لا يوجد هناك تخطيط حقيقي لنادي شباب العقبة في الاهتمام بالفئات العمرية. ولو أن هناك وجدت فئات عمرية، في هناك في فئات عمرية لنادي شباب العقبة، لكن النتاج الفئات العمرية مع الفريق الأول ربما خرج لاعبين أو 3 لاعبين، لكن هذا لا يكفي لنادي يعاني ماليا. لابد من الاعتماد على أبناء النادي، لابد من الاهتمام وتوسيع زي ما تفضلت توسيع رقعة اللعب في كل المحافظات. نادي شباب العقبة أنا متأكد لو كان هناك اهتمام حقيقي بالفئات العمرية لخرج أكثر. يعني في ملعب، هي ملعب في العقبة وما في غير هالنادي الوحيد هو نادي شباب العقبة. اليوم أنه استغل هذا الشيء باليوم الفئات العمرية نشوف لاعبين. يعني اليوم في نادي شباب سهل حوران من لا شيء عامل شغل، هذا قريبا راح يكون في دور المحترفين. يعني إذا بقي على هذا العمل وهذا النهج راح نشوف في دور المحترفين بيقدم كرة قدم جميلة، رافد أساسي للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، عدد كبير من اللاعبين بيعتمد على لاعبين على مواهب كرة قدم. ما سمعنا النادي هذا بيحكي بدنا دعم مادي وكذا، بيشتغلوا شغل يدرس لأندية المحترفين ولأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة. هذا النادي بيقدم درس في العمل، وقريبا راح تظهر هاي النتائج على أرض الواقع وهي تظهر للمتابعين لمباريات هذا النادي. وبيلعبوا كرة قدم جميلة رائعة ومواهب كرة قدم، ملف الفئات شغالين عليه بشكل يعني أكثر من رائع. فهاي تجربة اليوم نتمنى نشوفها في كل الأندية وأندية المحترفين حتى ما نخسر نادي مثل نادي شباب العقبة. أكيد ليث، يعني احنا بنرفع القبة على نادي شباب سهل حوران على ما يقدمه سواء لمنطقته أو لوطنه أو حتى للمنتخبات الوطنية. هذا أمر يقدر ويحترم، هناك تخطيط سليم، هناك عمل مجلس إدارة يحترم ويقدر، هناك اهتمام كبير بالفئات العمرية، أساس الأندية الفئات العمرية. النادي الذي يعتمد على الفئات العمرية من الطبيعي أن تقل فاتورته المالية، من الطبيعي أن يعني يدخل عليه حوافز مالية مستقبلا أن يبيع لاعبين سواء لأندية المحترفين أو لأندية خارجية. نادي سهل حوران النادي الذي بنى نفسه بنفسه، لم يعتمد على أحد. أنا بعتقد أنه يستحق الاحترام والتقدير، ويجب أن يؤخذ هذا لشباب العقبة. نتمنى له التوفيق، نتمنى من إدارته أن يكون العمل أكبر، ونتمنى كمان من الشركات في العقبة الحكومية والخاصة أن تقف إلى جانب هذا النادي حتى يبقى في بطولة دوري المحترف. وبالمناسبة منتخباتنا الوطنية بمختلف فئاتها العمرية تقريبا 14 أو 16 لاعب من نادي سهل حوران، يعني رافد أساسي اليوم، يعني نتيجة تقوى المنتخبات الوطنية كلها من نادي سهل حوران اللي بعيد عن الأضواء، بعيدا عن الدعم المادي، بعيدا عن الإعلام، مع كل ذلك يقوم بهذا العمل الكبير. بالجانب الآخر تحدثنا عن العقبة وما يمر به نادي شباب العقبة من ظروف أدت لتراجع الفريق وتلقي عدد من الخسائر، ونتحدث في المقابل عن النادي الأهلي
الذي ظهر اليوم بمظهر وبثوب البطل، وجودك بالصدارة اليوم ثائر، هذا إلى أي مدى يعطي دافع وحرص أكبر على البقاء في قمة الترتيب؟ ليت كلما كانت النتائج الإيجابية لأي نادي هذا يعطي دافع وحافز، كلما كان اهتمام من قبل مجلس الإدارة، توفير متطلبات الفريق تحديدا من النواحي المالية، توفير الرواتب الشهرية للاعبين. ونادي الأهلي معروف عنه أنه نادي لا يقصر مع لاعبيه، لا يقصر مع الجهاز الفني، يمتلك من الصبر الكثير سواء على الجهاز الفني وعلى اللاعبين، لا يتسرع في اتخاذ قراراته، وهذا يسجل لمجلس نادي إدارة نادي الأهلي. وسبق أن حكيت هون ليت معك أنه النادي الأهلي تعلم كثيرا من دروس من الموسم الماضي الذي عانى فيه الكثير، وثبت يعني بشق الأنفس. الآن الأهلي مختلف، بثوب مختلف، بجهاز فني جديد، بلاعبين بنوعيات مختلفة، استطاع الكابتن بيبر تيرادو أن يعني ينقل الفريق نقلة نوعية، أن يحقق 16 نقطة. أنا بعتقد أنها أفضل بداية للأهلي ربما من سنوات طويلة، أن يجمع 16 نقطة في 7 مباريات، هذا أمر مهم للفريق النادي الأهلي، ويمنحه دفعات كبيرة خاصة في المباريات المقبلة لتقديم نتائج أفضل، وحتى يبقى قريبا من فرق الصدارة. هل وحدات حقق الفوز على نادي الشباب الأردن بهدفين مقابل لا شيء، ظهر في العشر دقائق الأخيرة بهاء فيصل المنقذ سجل الهدف الأول، ومهندس مرين نجم الفريق هذا الموسم سجل الهدف الثاني. يعني بصراحة الوحدات نتائجه بتتحدث عنه، سواء في دوري أبطال آسيا وسواء في البطولة المحلية. الوحدات لم يخسر سواء في بطولة آسيا، تعادل مع الشارقة، فاز على سبهان أصفهان، في الدوري المحلي تعادل مع الفيصلي، وقبلها مع يعني تعادلين في بطولة الدوري. نتائجه إيجابية، عمل الجهاز الفني أصبح أكثر وضوحا على أرض الواقع، نوعية اللاعبين الذين استقطبهم الوحدات، حتى لو كان هناك تخوف كبير من خروج الثلاثي شرارة والعوضات مهند أبو طه، لكن بكل أمانة الوحدات عوضهم بسيزار ومهند سمرين وبهاء فيصل وبقية اللاعبين الذين يقدمون مستويات. إبراهيم صبر أكيد إبراهيم صبر من اللاعبين المميزين، وأنا بتوقع له يكون له مستقبل كبير وكبير جدا، وبتوقع له إنه يعني قريبا إنه يكون محترف خارج البلاد، لما يمتلكه من موهبة، من بنية جسمانية، من قدرة على التهديف، لكن هو بحاجة إلى يعني بعض الرتوش الخفيفة ليصبح مهاجم من العيار الثقيل. الوحدات متوفر له كل ما يلزم، لو أن هناك يعني بعض النواحي المالية يحاول مجلس إدارة جاهدا أن يعني يدفع رواتب اللاعبين باستمرار والأجهزة الفنية، لكن بصراحة الكابتن رأفت علي يقدم على الوحدات صورة طيبة جدا. اللاعبين بدأوا يشعروا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، هناك ضغط كبير على لاعبي الوحدات في البطولة الآسيوية أو بطولة الدرع أو حتى بطولة الدوري، لكن النتائج كلها نتائج إيجابية. الوحدات ليس بعيدا عن صدارة الدوري في حال فوزه في المباراة المؤجلة، وفي حال فوز الحسين سيتصدر الحسين ويصبح بعيد عنه بفارق نقطتين. كل هذا يمنح الوحدات قدرات كبيرة أن يحقق يعني مزيد من البطولات في الموسم الحالي. وايضا ليس بعيدا الوحدات عن التاهل الى الدور القادم في دوري ابطال اسيا، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. في حلقه الغد سيكون الحديث اكثر عن مواجهات دوري ابطال اسيا للوحدات والحسين. الوحدات ايضا امام مواجهه هامه، هذه المواجهه اعتقد الوحدات قدم كره قدم جميله، قدم نتائج مميزه امام فرق كبيره وفرق قويه على المستوى الاسيوي. يعني الوحدات يعني قدم مباريات كبيرة جدا خاصة مع الشارقة في الإمارات، سبهان أصفهان في عمان، 4 نقاط من أصل 6 مع فريقين كبار أعلى منك من ناحية الإمكانيات المالية، لكن أنت كنت أعلى منهم فنيا على أرض الملعب، قدمت مباريات كبيرة. أنا بعتقد اللي قدر يفوز على سبهان أصفهان ويتعادل مع الشارقة لن يكون صعب عليه أن يتخطى الاستقلال التاجيكستاني، أو حتى إن خرج بنقطة التعادل إن كانت لا تسمح الأمور بالفوز، ولكن أنا بعتقد ومتأكد أن الوحدات سيبذل كل الجهود حتى يحقق يخرج يعود من هناك بفوز على استقلال دوشنبي التاجيكستاني، حتى يكرر الفوز في عمان حتى يصبح أقرب إلى التأهل. إلى التأهل بإذن الله، بإذن الله تعالى، كما الحسين أربد إن شاء الله. إن شاء الله. إلى الرمثة والذي حقق فوز ثمين على نادي معان. الرمثة بهذه الفوز أيضا اعتلى صدارة الترتيب في موسم جيد وموسم ممتاز لنادي الرمثة. يعني بصراحة ليث الرمثة حكاية جميلة، وأنا بصراحة أنا بفتخر بهذا النادي الذي يعتمد على أبنائه ويعتمد على فئاته العمرية، كادر فني من أبناء النادي، لاعبينه من أبناء النادي، ولو كان هناك حارس مالك شلبية أصبح ابن لنادي الرمثة، خاصة أنه له سنوات طويلة. يوسف محمد المحترف السوري أصبح أكثر اندماجا مع الفريق ويقدم مستويات كبيرة، بقية اللاعبين يقدموا مباريات كبيرة، حققوا 16 نقطة. أنا حضرت الرمثة ومعان، بصراحة الرمثة أضاع شلال
من الفرص أمام معان، كان من السهل عليه أن يصل المرمى في الوقت الذي يريده، لكن هناك كان سوء طالع كبير واجه الرمثة، حتى جاء المدافع يوسف محمد تقدم إلى الأمام وسجل هدف الفوز للرمثة. الرمثة كان يستحق الفوز عن جدارة واستحقاق. معان حاول لكنه لم يستطع أن يجاري فريق الرمثة. فريق الرمثة هناك مواهب كبيرة وكبيرة جدا، نتحدث عن بشار، عن علي، عن أحمد السلمان، عن حتى عامر أبو هضيب، حمزة الدردور، مصعب اللحام، كل هؤلاء اللاعبين، هاي الذيبات، كل هذا الفريق بصراحة هو فريق ممتع وجميل، يقدم كرة قدم محترمة. مدير الفني يحاول جاهدا يوم عن يوم أن يطور من أداء الفريق، وأنا بتمنى للرمثة الذي يعتبر حكاية لابد من الإشارة إليها دائما والافتخار بها. والله الرمثة، يعني نادي الرمثة بصراحة خلص الكلام مع نادي الرمثة. يعني أنا سكت قدام مدحت نادي الرمثة والله، وهي مش مجاملة، لأنه بتمتع له خصوصية ما بين اللي، يعني لو تيجي على أنديتنا كلها الرمثة له خصوصية، والفريق يعني بدون الشو والوعود والحديث وقادمين للمنافسة، لأنه الموسم هذا قوي، ومش هالإضافات والتعاقدات الكبيرة، يعني هي عودة حمزة الدردور، عودة مصعب اللحام، ويوسف محمد المحترف تعاقدوا معاه، والبقية كلهم لاعبين ناشئين، لأنه الفريق يعني كما تحدث مباراة معان أضاع عدد كبير من الفرص، شفنا كرة قدم هجومية، الكرات العرضية، التسديد بالرأس، التسديد من خارج منطقة الجزاء، لولا ممكن العارضة والقائم لخرج الرمثة بنتيجة أكبر. فهذا الفوز ووجودهم بالصدارة يستحق الرمثة الصدارة. أكيد الرمثة بيستحق كل خير بصراحة. هذه المدينة ولادة بالمواهب، هي ليست بس كلمة تقال لكنها حقيقة يترجمها الرمثة على أرض الواقع. عندما يكون هناك فريق 97 أو 95% من أبناء النادي، بكل أمانة الرمثة يستحق أن يتوج بالألقاب، يستحق أن يحترم ويقدر على ما يقدمه لكرة القدم الأردنية. وأيضا في هذا الجانب أسيم بزور الجهاز الفني وإدارة نادي الرمثة، اللي ما شفنا تغيير في الجهاز الفني، صبرت الموسم الماضي، وأيضا يعني مش صبرت، خلينا نتحدث، قدم وسيم بزور لنادي الرمثة ما لم يقدم أي مدرب آخر. خلينا نكون واقعيين، يعني الفترة اللي إجا فيها وسيم بزور أو أي مدرب ثاني ما بيقبل أن يكون مدير فني، وما بتجرأ على أن يكون مدير فني، نتحدث بشكل عام، إلا أنه وضع ضغوطات على نفسه، تحدث بأنه يبحث عن المنافسة الموسم الماضي، زرع هاي الثقة عند اللاعبين، طموح أنك تنافس اليوم، لاعبين شباب صغار، موسم كان مركز رابع، هذا الموسم مع بعض التعزيزات كما تحدثنا لم تكن بالكبيرة والكثيرة، إلا أنه يعني قدم كل شيء لنادي الرمثة وواضح شغله على أرض الواقع. يعني أول شيء الأستاذ خالد الزعبي ومجلس إدارته بصراحة ترفع لهم القبعة، أنهم تحلوا بالصبر والواقعية والعقلانية، ويعني تأكدوا أنه لا يصلح أن يدرب الرمثة في الموسم الحالي للكابتن وسيم الزور، لأنه يعرف طبيعة اللاعب الرمثاوي. وأنا بحكي أن الرمثة لم يعد فريقا شابا، كل لاعبي الرمثة أصبحوا يمتلكون خبرات كبيرة، يعني العزايز له 4-5 سنوات بيلعب في دوري بشار ذيابات، مجد الزعبي، حتى محمد وائل الزعبي، هاي الذيابات من اللاعبين المميزين كانوا مع المنتخب الأولمبي لكن الإصابة أبعدته، حمزة الدردور، مصعب اللحام، عامر أبو هضيب، يوسف محمد، حتى قلب الدفاع، كل هذا الفريق بصراحة أصبح يمتلك خبرات كبيرة. الفريق يستحق أن يحصل على البطولات، يستحق أن يحترم كما ذكرنا في وقت سابق، لأنه بصراحة بنى نفسه، اعتمد على نفسه، يعتمد على أبنائه، كل فريق يعتمد على أبنائه، أنا بعتقد أنه راح يحالف النجاح حتى لو تأخر الوقت. وأنا أتمنى، يعني هاي أمني أن الرمثة نشاهد دائما بهذه الوضعية، وإن شاء الله أنه يظل ينافس على بطولة الدوري حتى الرمق الأخير، لانه اجتهد تعب والطموح، يعني هاي اليوم ممكن البعض يحكي انه منحازين للرمثة لانه في طموح، ما بيدورش قاعد على تعادل وثبات، لا في طموح من السنه اللي فاتت، ولو ممكن نادي ثاني بهبط، لكن في طموح، واليوم هي بصداره الترتيب، تحيه لنادي الرمثه. من الرمثه ومعان الى الجزيره والسلط. الجزيره فوز اول، يعني بعد ما عاند الحظ نادي الجزيره، أكيد الجزيرة كسر نحس لازم خلال 10 مباريات في بطولة الدوري ودوري الاتحاد. الكابتن محمود شلباي نجح أخيرا مع جهازه الفني، كابتن حسن وبقية الكباتن، أن يقود الجزيرة إلى فوز مهم ومهم جدا على فريق بصراحة فريق مش سهل. فريق السلط قدم يعني في بداية الدوري مباريات كبيرة، لكن بصراحة نتائجه تراجعت بصورة واضحة في الفترة الأخيرة، لكن بنتمنى لنادي السلط التوفيق. نادي الجزيرة أمامه عمل كبير وكبير جدا، والكابتن محمود شلباي يعرف ذلك الأمر، أن ثبات الجزيرة يحتاج إلى عمل كبير، يحتاج إلى مجهود من اللاعبين، ويحتاج إلى نتائج، ويحتاج إلى توفيق
الجزيرة لم يكن موفقا في المباريات الماضية، وصل إلى المرمى في أكثر من مناسبة، لكن بصراحة كان يضيع فرص بصراحة غريبة أو بشكل غريب من قبل مهاجمين ولاعبي الوسط وحتى المدافعين الذين كانوا يتقدمون في بعض الأحيان. لكن الجزيرة في هذه المباراة سجل هدف في أول 13 دقيقة منحه الأريحية، وسجل هدف في أول 8 دقائق من الشوط الثاني، وهو ما يعني أعطاه الثقة بأنه قادر على الفوز. هذا الفوز يعني الكثير للجزيرة، ليس على صعيد النقاط، تقدم من مركز 11 لمركز 8، لكن على الصعيد المعنوي وعلى الصعيد النفسي أن الجزيرة استطاع كسر حاجز النحس وأنه يستطيع الفوز في المباراة البقولة، وهذا يشكل تحدي خاص للجهاز الفني واللاعبين وحتى الجماهير ومجلس إدارة أن يواصلوا دعم الفريق والجهاز الفني حتى يحققوا أفضل النتائج في المباراة. وهذا ما نتمنى بكل تأكيد عن جهاز فني بأسماء رموز لكرة القدم الأردنية، شلباي، حسن عبد الفتاح، نتمنى لهم التوفيق. بالجانب الآخر السلط يعني خسارة يعني السلط أنا بعتقد أنه يعني مجلس إدارته بيحاول، أستاذ خالد عربيات مجلس إدارته، لكن السلط محكوم بعدد محدد من اللاعبين. لو كان هناك 4 أو 5 لاعبين أو 6 لاعبين إضافيين في كشف نادي السلط، أنا بعتقد أنه الأمور راح تكون أفضل. لكن الكابتن هيثم مشبول ثقتنا فيه كبيرة، هو قدم نفسه في العراق مع أكثر من نادي، أعتقد تعرض لمثل هذه المطبات في الدوري العراقي، هو يستطيع أن يخرج بنادي السلط إلى بر الأمان، لكن هناك يعني عمل كبير يحتاج أن يقدموا مع الفريق، ويحتاج اللاعبين أن يقدموا أنفسهم ويساعدوا المدير الفني ومجلس الإدارة حتى يخرجوا من عمق الزجاج. وأخيرا مع قمة الأسبوع التي جمعت الفيصلي والحسين، وانتهى اللقاء بفوز الحسين بهدف مقابل لا شيء أمام النادي الفيصلي، والحسين في صدارة الترتيب مع بقاء أيضا لقاء مؤجل لنادي الحسين، وبنفس الرصيد مع الأهلي والرمث أيضا اعتلى الصدارة. الحسين فوز في مواجهة كبيرة كانت للفريقين، ومواجهة صعبة وفوز ثمين. يعني ليت أنا من وجهة نظر الشخصية الجمهور الوحيد الذي لا يحق له انتقاد إدارته هو جمهور الحسين، لأن مجلس الإدارة فعل كل شيء يمكن فعله، سواء من تعاقد مع مدرب، أعتقد أنه حقق نجاحات كبيرة مع الحسين في مرحلة الذهاب، حقق نجاحات خارجية، وهو يقدم الآن مباريات كبيرة مع فريق الحسين إربد، استطاع أن يكسر حاجز نحس كما مع نادي الجزيرة مع نادي الفيصلي، أنه لسنوات طويلة لم استطاع الحسين الفوز على الفيصلي، فاز على الفيصلي بفضل النجوم. بصراحة ليث المنطق، كرة القدم فرض نفسه أمس، الحسين كان أفضل يعني بديش أحكي لك بدرجات كبيرة، لكنه كان أفضل من ناحية الأسماء، من ناحية الرغبة، من ناحية البدلاء، من ناحية الإدارة الفنية للمباراة. الفيصل عانى بكل أمانة، عانى من إصابة سالم، ثم إصابة العرسان، ثم المشاكل، عدم وصول بطاقة هادي الحوراني، كل هذه المشاكل اجتمعت أمام الجهاز الفني لفريق النادي الفيصلي، حاول أن يفعل ما بوسعه لكنه لم يستطع أن يجاري نادي الحسين إربد الذي يمتلك كل الإمكانيات المتاحة للتتويج بالألقاب ولتحقيق الانتصارات، سواء من حارس المرمى حتى المهاجم. كل لاعبين نادي الحسين إربد نجوم، كلهم يستطيعون أن يمثلوا نادي الحسين إربد، ولا يمكن أن يختل توازن الفريق. الوحيد الذي لم يقدم نفسه حتى الآن هو المحترف الرابع لنادي الحسين، بقية المحترفين سواء عبد العزيز نداي، إيتالو سيلفا، وأجاكون قدموا أنفسهم بصورة طيبة، قدموا الإضافة اللازمة كمحترفين لنادي الحسين إربد، وبقية اللاعبين المحليين عندما يشترك رجائي عايد بديل يكون بديل، وهو لاعب منتخب وطني، رزق بنهاني لاعب منتخب وطني، مجد العطار، عبد الله العطار، كل هؤلاء يستطيعون أن يغيروا النتيجة، يستطيعوا أن يساعد المدرب. يعني وفرة النجوم أنا بعتقد أنها في ببعض الأحيان تكون نقمة، لكنها على نادي الحسين كانت نعمة، ونعمة كبيرة جدا، لأن اللاعب البديل يستطيع أن يفرض نفسه، وهناك شغف كبير لكل لاعب أن يقدم نفسه ويحجز مقعد أساسي، ولهذا تجد الحسين يصل يعني يصل مرارا وتكرارا إلى مرمى النونسفين ويستطيع تسجيل الأهداف. وثائر بتشوف ثمار العمل الإداري والتعاقدات ظهرت أكثر هذا الموسم أكثر من الموسم الماضي، على الرغم من أن الحسين حقق لقب الدوري برقم قياسي، إلا اليوم بتشوف الحسين متمكن أكثر، خبرة أكثر. يعني اليوم فك شفرة أمام الفيصلي، يعني في مواجهات سابقة منذ سنوات لم يحقق الفوز على النادي الفيصلي، ظروف هذه المواجهة تعطي لها الطابع الخاص، لكن مع ذلك شاهدنا خبرة كبيرة، كيفية التعامل مع هذه المواجهة، سجل هدف وأضاع عدد كبير من الفرص أمام فريق يعني يبحث عن فوز ولا بديل عن الفوز، وخسارة الفيصلي وضعت الفريق في موقف صعب وأبعدته عن أجواء المنافسة على لقب بطولة الدوري. كل هذه المعطيات تعطي دلالات بأن نادي الحسين يكتسب الخبرة أكثر وأكثر، وهنا نتحدث عن خبرة وهوية فريق بشكل عام، لا نتحدث عن خبرة لاعبين، خبرتهم كبيرة، يكفي خبرتهم مع منتخبنا الوطني. أنا أعترف بصراحة وأنا وجهة نظري أن الحسين في الموسم الحالي أفضل من الموسم السابق. أفضل السبب. يعني متأكد على كلا توافقني الرأي أكيد. في هذه السبب نوعية اللاعبين،
الحسين نجح في استقطاب أسماء تقدم الإضافة بداية من يزيد أبو ليلى. نعم. وهو من أفضل الحراس في كرة القدم الأردنية في السنوات الأخيرة. نعم. عارف الحاج كان من أبرز مفاتيح لعب الفيصلي في الموسم. أبرز مواهب الكرة الأردنية. يوسف أبو جلبوش. صحيح. رزق بني هاني وحتى إحسان حداد. يعني الوحيد الذي كان موفقا مع الفيصلي ولم يستطع الحسين أن يستقطبه هو رونالد وانجا. جاب المحترف الرابع معه. لكن في 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 المقام يعني في الوضع العام الحسين يمتلك تشكيلة احتياطية وبديلة بصراحة أفضل من الموسم الماضي بمراحل. أنا بالنسبة لي وجهة نظري الشخصية إنه اللاعبين الذين استقطبهم من نادي الحسين نجح في استقطابهم، هم لاعبين خبرة قدموا أنفسهم. وعلي الحجبي أكيد علي الحجبي وأحمد صبرة ومراد الفلوجي من نادي الوحدات، لكن أنا بحكي عن اللاعبين اللي بيلعبوا ونتائجهم مؤثرة مع نادي الحسين. ويعني يزيد بصراحة هو موفق بصورة كبيرة، نتمنى له التوفيق والله يبعد عنه شر الإصابات ويوفق بقية اللاعبين. لكن الحسين في الموسم الحالي أفضل من ناحية الدكة ومن ناحية اللاعبين الأساسيين. أنا حكيت لك قبل أنه لا يختل توازن الحسين في أي وقت من أوقات المباراة، من اللاعب اللي غاب سواء بسبب إصابة بسبب إيقاف بسبب تعب، هذا لا يؤثر، وهذا نعمة للكابتن موتا يجب أن يستغلها بالصورة الطيبة، وهو حتى الآن يستغلها. هو حقق فوز مهم على الفيصلي، يعني فوز الفيصلي مهم. نعم. أنه كسر حاجز ثائر. موضوع المثير للجدل في نادي الحسين هي هذه النقطة، إحسان حداد لا يشارك بالشكل الأساسي وهو أحد أعمدة المنتخب الوطني ويشارك، يعني اليوم الجهاز الفني المنتخب الوطني شايف في إحسان حداد اللاعب القائد، اللاعب اللي ممكن يقوم بأفضل دور في هذا المركز، لكن مع ذلك وبيقدم مباريات كبيرة مع المنتخب الوطني رغم غيابه عن الأجواء التنافسية مع نادي ما بيشارك. كابتن جمال سلامة شايف فيه أنه أحسن لاعب يقدم. نعم. في مركزه. الكابتن موتي شايف أدهم القرشي أفضل. أفضل من إحسان حداد وهو يستحق أن يبقى. وأنا من وجهة نظري اللاعب الذي أدهم القرشي هو لاعب بمستوى ثابت من الموسم الماضي. أنا ما بعاقب لاعب لأنه البديل هو لاعب منتخب. نعم. إني أجلسه على دكة الاحتياط عشان أنا مع احترامي للكابتن إحسان حداد قيمة كبيرة لاعب كبير، لكن أدهم القرشي مستوى ما نزل، أخطاء قليلة، ما ارتكب أخطاء فادحة تجبر المدرب أنه يستبدله لاعب إحسان. نعم. حداد هو في تصاعد مستمر من مباراة لأخرى ويقدم عمل كبير في النواحي الهجومية والدفاعية، ولهذا الكابتن موتا لحتى الآن شاف أنه أدهم هو من يستحق أن يشغل مركز الظهير الأيمن. ربما يأتي الوقت أن يشارك إحسان في بعض المباريات، لكن في النهاية أنا بعتقد أنه أدهم يستحق أن يستمر أساسيا في تشكيلة الحسين إربد حتى يثبت. نعم. عكس ذلك. نعم. ممكن كثرة النجوم واللاعبين، ممكن أيضا هذا الزخم اليوم بعطي الفرص لكل اللاعبين. إذن الحسين حقق الفوز الثمين والأثمن هذا الأسبوع كان، واعتلى صدارة الترتيب رفقة الرمثة والأهلي. الفيصلي يعني خسارة كانت في مواجهة يعني لا بديل عن الفوز، التعادل كان صعب على الفيصلي، فما بالك بالخسارة أمام الحسين. أنا بعتقد الأربع تعادلات السابقة هم من أبعدوا الفيصلي أكثر عن يعني حسابات اللقب. عندما تفقد 8 نقاط من 4 تعادلات وتأتي خسارة اليوم، هي أعتقد أنه الفيصلي دخل في دائرة الخطأ، في دائرة الخطر، عليها أن يراجع حساباته. بصراحة الفيصلي يمتلك لاعبين على مستوى مميز في كل المراكز. نتحدث عن نور بن عطية في مباراة الحسين شال أكثر من هدف. بقية اللاعبين منذر أبو عمارة، ياسين البخيت، أحمد العرسان، نتمنى له السلامة والشفاء العاجل إن شاء الله، حتى مع عودة فضل هيكل، مع وجود خالد زكريا. لكن في المقابل المحترفين الفيصلي بصراحة لم يقدم الإضافة اللازمة، يضيعوا العديد من الفرص، وهم غير مؤثرين أبدا في تشكيلة النادي الفيصلي. وجودهم وعدم وجودهم واحد، وهم يعني خسارة فنية ومالية على نادي الفيصلي. أنا بعتقد أن الفيصلي إذا ما أراد أن يبقى في دائرة منافسة أو قريبا من دائرة منافسة عليه بين مرحلتي الذهاب والإياب، أولا أن ينهي عقود لاعبيه المحترفين ويستبدلهم بلاعبين أفضل، وإذا لم يكن بالإمكان من النواحي المالية أن يلعب بدون محترفين أفضل من أن يلعب بهؤلاء المحترفين. نعم. الآن الحديث مشاهدين الكرام بعد ما تحدثنا عن بطولة الدوري والأسبوع السابع ونتائج هذه المباريات، وكان الحديث بالشكل العام عن كافة المواجهات ضمن المنافسات الأسبوع السابع، نتحدث عن دوري الدرجة الثانية الذي لم يقام حتى الآن، والقرار الصادر عن اللجنة التأديبية المنبثقة عن اتحاد كرة القدم، وهو القرار والعقوبة الجماعية على جميع أندية الدرجة الثانية بتهبيط جميع الأندية من الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الثالثة. قرار صدر من اللجنة التأديبية قابل للاستئناف. أنا بعتقد قرار صعب وتاريخي. أنا على المستوى الشخصي ما سمعتش من قبل أنه تم تهبيط كل الأندية إلى الدرجة الأدنى. بصراحة أنا مستغرب أنه لم يكن هناك عقلانية في التعامل مع هذا الملف.
سواء من الأندية أو من الاتحاد الأردني لكرة قدم، كان لابد من يعني نحن على مشارف التأهل لكأس العالم، هذا موضوع يجب حله بأسرع صورة ممكنة، مش لازم نتغلب فيه بصراحة، يجب أن يكون نعم. هناك حل توافقي يرضي اتحاد كرة قدم ويرضي الأندية التي تتعب وتقدم اللاعبين وتصرف، لكن في النهاية نتمنى من العقلاء سواء في اتحاد كرة القدم أن نثق في قراراتهم في قدراتهم الإدارية، ومن الأندية أن يكون هناك تعاون لما فيه مصلحة الكرة الأردنية ومصلحة الأندية. نعم. بصراحة هذا يؤثر على اللاعبين ويؤثر على المدربين، بصراحة هناك ناس عايشين من وراء بطولة الدوري الدرجة الثانية، يعني هناك في ناس بستنوا هذا الدوري على أحر من الجمر. نعم. أن نعم. يؤخذ قرار بهذا بهذه السرعة. نعم. وأن تهبط الأندية بهذه السرعة، بعتقد قرار يجب يعني إعادة دراسته من جديد والجلوس على طاولة النقاش بأسرع وقت ممكن وحله بما يعني يلبي مصلحة. نعم. الكرة الأردنية ومصلحة الأندية. نعم. ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس نادي الشباب حوارة والناطق باسم أندية الدرجة الثانية السيد راتب الشطناوي. يسعد مساك أستاذ راتب. مساء النور أستاذ ليث. سيدي، قرار وعقوبات جماعية كانت على أندية الدرجة الثانية بتهبيط جميع أندية الدرجة الثانية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، تعقيب أندية الدرجة الثانية حول هذا القرار الصادر عن اللجنة التأديبية. سيدي مساء الخير إلى كل ضيفك. نعم. وشكرا لهذه المداخلة. نعم. المهمة في هذا اليوم المهم، ونقول التأسف سيدي أندية الدرجة الثانية بجميع لاعبيها ومشجعيها وهيئاتها العامة على هذا القرار الذي نعتبره جائرا. نعم. وكان من الأولى تدارك هذا القرار كونه إداريا وليس فنيا. نعم. وسيما أن هذه الأندية منتشرة أستاذ ليث في جميع محافظات المملكة والمخيمات والبوادي، وهي صروح رياضية تهتم بالشباب وكرة القدم. نعم. ولديها جماهير وهيئات عامة، وهذا. نعم. القرار قد يؤدي إلى إغلاق الأندية. نعم. التي هي صروح رياضية وأبنية وطنية ومنشآت تحمل على هذه المنشآت أعلام الوطن، وفي. نعم. داخلها وفي قاعتها صور جلالة الملك. إن الأندية أستاذ تستغرب هذا القرار الغير مسبوق في كرة القدم الأردنية، ويأتي على خفية مطالب مادية فقط، يعني هنا ليس مطالب أخروية، مطالب مادية. نحن خاطبنا الاتحاد بإعفائنا من المشاركة هذا العام نظرا للسوائق المالية التي تضرب الأندية، وفعلا تفاجأنا بتحويل هذا القرار خلال 48 ساعة، وكأنه يعني على اللجنة التأديبية وكأن الأمور موجهة، وكان القرار يعني القرار غريبا وجائرا، وهناك ردة فعل فعلا من الجماهير اليوم أستاذ ليث، الجماهير. نعم. واللاعبين يعني عبروا عن الغضب وخرجهم إلى الشارع، لكن احنا استوعبناهم وفهمناهم انه لازم احنا نتقبل القرار، وان شاء الله بتوجيهات سمو الأمير علي رئيس الاتحاد بإعادة الأمور إلى منصابها الأولى وعودة هذه الأندية إلى كرة القدم. بوجهة نظر أندية الدرجة الثانية كيف تتم الأمور وكيف تعود الأمور إلى نصابها؟ سيدي احنا يعني القرار هو للجنة التأديبية، واللجنة التأديبية أصدرت القرار بهبوط 15 نادي وتغريم 25,000 دينار. نعم. هذا القرار بحاجة إلى مصادقة من. نعم. الهيئة التنفيذية وأعضاء الهيئة التنفيذية، والآن الحمل على أعضاء الهيئة التنفيذية بعدم المصادقة عليه والعودة عودة كرة القدم إلى هذه الأندية، هذه الأندية الوطنية التي تحمل في طياتها لاعبين وهيئة عامة ومشجعين وغير ذلك، وهذه أندية منتشرة في جميع البوادي والمحافظات والمخيمات، وكرة قدم ودرجة كاملة أستاذ لي، درجة. نعم. كاملة، يعني أنت تغير درجة كاملة عن الوطن عن المنشآت عن رياضة كرة القدم، وهي يحتاج من ورائها عدد كبير، يعني أكثر من 10,000 بين لاعب وجماهير وهيئة عامة وأندية وأجهزة فنية وطبية يحتاج من ورائها. هذا قرار يعني نتمنى أن يعود من اللجنة التنفيذية وعدم المصادقة عليه من أجل عودة الأندية لكرة القدم، وهذه مناشدة لسمو الأمير وإلى جميع أعضاء الهيئة التنفيذية بعدم المصادقة عليه نظرا للجائرة التي أصابت الأندية. نعم. واستغراب هذا القرار الذي كان غير مسبوق فعلا. نعم. يعني ماذا نقول في المستقبل إلى سجلات اتحاد كرة القدم عندما نعود إليها بتهبيط 15 نادي؟ نعم أستاذ راتب، لو عاد جائر ومستغرب نرجو من سمو الأمير والهاشميين عدم المصادقة عليه. نعم سيدي أستاذي، لو الآن عاد الاتحاد بهذا القرار ولم تتم المصادقة على هذا القرار بتعودوا للمشاركة واللعب؟ سيدي نحن مع توجيهات سمو الأمير مع توجيهات الأعضاء التنفيذية إنه إيجاد مخرج، وأن يكون هذا لقاء مع الأندية ومع الهيئة التنفيذية لإيجاد مخرج وحل يعني بين الأمور المادية والأمور الفنية لعودة هذه الأندية إلى مسارها الصحيح. نحن أستاذ ليث يعني عبر هذا الشاشة وهذه. نعم. الحلقة
نناشد سمو الأمير والهاشميين بعدم إغلاق هذه الأندية والعودة إلى وضعها الطبيعي بحيث يكون هناك اجتماع أو هناك مدخل أو مخرج لأندية إلى كرة القدم. طب أستاذ راتب، ليش من الأول، أي نعم حق اليوم لك الطالب ويكون في لك مطالباتك المالية، قرار تعليق المشاركة؟ أنه أنا يا بتعطيني مصاري يا ما بلعب. يعني اليوم خضتم مباريات ومواجهات دوري الدرجة الثانية ولعبت كرة قدم، وبنفس الوقت يعني كنت في مسارين، مسار المنافسة من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الأولى وخوض هذه المواجهات، وفي نفس المسار الآخر اليوم يكون في قنوات الاتصال مع اتحاد كرة القدم والمطالب، لكن اليوم أنا أطلب بطريقة يعني أنه أنا إذا ما بتعطيني مسار أنا بديش ألعب كرة قدم. واليوم التعليمات والقوانين واضحة، وهاي التعليمات والقوانين اليوم طبقها الاتحاد عبر لجنة التأديبية بحذافيرها. لا أستاذ ليث، نحن صنع حوالي 8 أشهر إلى 9 أشهر واحنا مخاطبات مع اتحاد كرة القدم. نعم. يعني احنا المستحقات المالية للأندية الدرجة الثانية 14000 تم تخفيضها في سنة كورونا إلى 12000. نعم. بعد ذلك وعدنا بأن تعود هذه المستحقات إلى 14000، وفي الاجتماع الهيئة العامة السابق في شهر 2 أو شهر 1 نحن ناشدنا سمو الأمير رئيس الاتحاد بعودة هذه المستحقات أمام الهيئة العامة، وفعلا سمو الأمير رد علينا بأنه إحنا إن شاء الله وتكرموا وشو راح تسوي. أنتوا لسه قديش بتاخذوا؟ الدرجة الثانية. تفاجأنا إنه الاتحاد يعني ما عبر هذه التوجيهات وما حولها إلى الأندية. أنتوا الآن بينه وبين الاتحاد على أساس جولات، على أساس إنه يرجعنا هذه المستحقات. وأنت بتعرف أستاذ لي يعني 3000 دينار يعني شو بيعمل النادي؟ يعني مواصلات أم ألبسة هم رواتب لاعبين أم مدربين أو مياه؟ يعني 3000 دينار يعني، يعني مشكلتك انت اليوم كنادي 10000 دينار بتحل مشاكلك بالسنه؟ 3000 دينار؟ اه ما بتحل مشاكلي. 3000 طب انت اليوم مطلبك ترجع لل 14000، يعني انت بتاخذ 3000 ترجع لل 14000، يعني 10-11000 دينار. ال 11000 دينار كفيل بانها تحل مشاكلكم كانديه درجه ثانيه؟ ليس كفيل، لكن احنا يعني يعتبر عباره عن دعم للانديه 12000 او 14000، واحنا يعني الانديه هون رؤساء الانديه يعني عندهم تجارب ثانيه بكلفنا مش 30000، بنحاول نجيب من الشركات من الداعمين، لكن يعتبر هذا دعم اضافي من الاتحاد اسوه بالدرجات الاخرى. نعم نعم. واحنا سيدي يعني زي ما قلت لك احنا الانديه هذه الصروح الرياضيه اللي موجوده والمنتشره في جميع المحافظات والمخيمات هذه أندية وطنية وهي بحاجة إلى دعم من اتحاد كرة القدم، ونحن تحت مظلة الاتحاد كرة القدم، ونرجو أن لا يكون هذا القرار جائرا على جميع الأندية. أستاذ راتب، أستاذ راتب، أنا اليوم أيضا بأكد على كلامك وعلى كلام جميع رؤساء أندية الدرجة الثانية والأولى والمحترفين، وبطلب الآن بصوتك ونتمنى دائما من اتحاد كرة القدم يكون داعم، وأحب ما علينا اليوم بدل ما تأخذ 4000-3000 تأخذ 20-30000 دينار، يعني حتى الرقم الواحد في كرة قدم عالم كرة قدم يخجل أن يذكر هذا الرقم، ومشكلة اليوم كبيرة بموضوع 10000. لكن دائما مناشدات الاتحاد للاتحاد. اليوم دوركم مع وزارة الشباب، ليش ما بتناشدوا وزارة الشباب اللي هي في نهاية المطاف وزارة الشباب رخصت هذا النادي؟ يعني اليوم لو اتحاد كرة القدم بده رخص أندية، يمكن أغلب أنديتنا اليوم الموجودة بمختلف درجاتها ما رخص الأندية. فاليوم أنت في وزارة الشباب رخصت هذا النادي، إذا شو هي قوام هذا النادي حتى أنا اليوم رخصت هذا النادي حتى يمارس كرة القدم، طالما أنت رجعت المربع في نهاية المطاف إلى المربع الأول بأنه أنا اليوم موجود نادي بس مش قادر ألعب لأنه ما في مصاري. طب شو مواردك المالية اللي أنت كنت معتمد عليها؟ هل كنت معتمد فقط على اتحاد كرة القدم؟ إحنا اليوم نحكي بلغة احتراف، لغة الاحتراف ما فيها اتحاد كرة قدم يدعم أندية، لكن اليوم احنا بنحكي كون الاتحاد مظل بدعم، فلذلك انت اليوم بدك تظلك في زاوية اعتمادك على الاتحاد فقط، والاتحاد بده يظل يتحكم فيك بموضوع الدعم المادي. وبكيف الاتحاد اليوم بعطيك 10000، بكرة بعطيك 2000، يمكن السنة الجاية يعطيك 5-6000، فلذلك لا تعتب على الاتحاد لأنه انت اللي وصلت نفسك اليوم كنادي وكمنظومة بالاعتماد على اتحاد كرة القدم. دوركم مع وزارة الشباب في هذا الجانب. احنا يعني على اتصال مع وزارة الشباب، وزارة الشباب نعم. تعطينا يعني مبلغ 3000 دينار سنوي. 3000 دينار. اثنين، وزارة الشباب بقول لك انا يعني بعطي الاتحاد، قاعد بسهل الاتحاد منشآت رياضية وملاعب وبعض الامور اللي تهم الاندية، يقول لك انا بدعم اتحاد كرة القدم عن طريق المنشآت عن طريق الرياضي والملاعب. نعم. هذه تعتبر خدمة، صح ولا لا استاذ؟
فهذه الخدمة تهمل الأندية. هذا واجب يعني، هو معقول يكون في عندنا كرة قدم وما في منشآت؟ هذا الشيء يعني من أبجديات تواجد كرة القدم ووجود كرة قدم أن يكون في منشآت يعني، مش خدمة. طيب بس إحنا رياضي ثقافي اجتماعي، إحنا منتسبين لاتحاد كرة القدم. نعم. والأندية تحت مظلة الاتحاد. نعم. الاتحاد يعني مفروض يدعم الأندية، خاصة أندية الدرجة الثانية. أندية الدرجة الثانية يعني بعيدة في القرى، في البوادي، في المخيمات، يعني ناهيك عن أندية المحترفين في عمان وفي العاصمة وفي إربد وفي يعني في مناطق يعني مدن رئيسية، بينما أندية الدرجة الثانية يعني بعيدة عن في القرى وفي المخيمات في البوادي، بحاجة إلى دعم، وهي أندية وطنية وترفض المنتخب. يعني أستاذ ليث، إحنا أندية الدرجة الثانية مشاركين بجميع الفئات العمرية، يعني ثلاث فئات إلى أربع فئات، في 15 وال 17 19 وال 13. نعم. ناهيك إنه أندية الدرجة الثانية أستاذ ليث يعني ترفض المنتخب الوطني، وأنا نعم. بعد لك أسماء يعني كانوا يلعبوا معنا، وفي أندية درجة ثانية يلعبوا معنا والآن بيلعبوا بالمنتخب الوطني. نعم. يعني مجد العطار من العرشان كان أحد لاعبي نادي حوارة 2016، وهناك أمثلة كثيرة في أندية السحم، في أندية الخالدية، وفي أندية دير أبو سعيد. يعني أندية الدرجة الثانية ترفض المنتخب، ترفض المنتخب والأندية الأخرى الممتازة، لذلك يجب أن ينظروا نظرة خاصة، لأن أندية متوسطة ودعمها خفيف من الاتحاد ومن وزارة الشباب. فنحن يعني أندية يعني بحاجة إلى دعم حتى نستطيع إنه يعني إحنا بدنا لاعبين، بنعطيهم رواتب، بدنا أجهزة فنية، تدريبية، مواصلات، ملابس. يعني استغليت إحنا يعني هذا الموسم فوجئنا واستغربنا إنه الاتحاد هبط مستحقاتنا من 12 أو 14 إلى 3000 دينار دفعة واحدة. أنت تفاجأت يعني هذا الموسم، هو مش هذا القرار بلغوكم فيه من سنتين ثلاث؟ لا سيدي، احنا ما بلغونا من سنتين ثلاث، احنا حسب حديث رئيس احد الانديه اللي كان في ظهور له عبر القناه الرياضيه. لا سيدي، احنا العام، احنا السنه الماضيه لعبنا ب 9000. نعم. كان هناك دعم 9000. نعم. الان كنا نطالب نرجع 9000 الى 12000 او 14000 نتيجه توجيهات سمو الامير، فاجأنا ان رجعوهم ل 3000، يعني 3000 ما بيسوي شيء بالانديه. مصاريفك كنادي شهريا قديش؟ انا مصاريفي شهريا حوالي 6 الى 7000. بالشهر يعني بالسنة. نعم. بتحكي قاعد أنا بحكي عن موسم بكلفني 50 إلى 60 ألف. 50 إلى 60 ألف بيجيك ثلاثة. نعم. من الاتحاد، خلينا نحكي على الحسبة القديمة، كان يجيك 14 من الاتحاد وثلاثة من وزارة الشباب، 17 ألف، 33 ألف. كيف تدبر أموركم بالثلاث 33 ألف؟ يعني إحنا يعني جماعة، في ناس داعمين يعني بدعمونا. نعم. يعني من أهل المناطق النادي. نعم. وفي بعض الأمور الشركات وبعض أمور المؤسسات بعضوك يعني 1000 2000 دينار، يعني بنحصلنا 20 25 ألف. نعم. بالإضافة إلى دعم الاتحاد 14 ألف، نصل حوالي 40 25 ألف، وبنستدين بالسنة الثانية وعندنا. نعم. شوية يعني معالم بس. نعم. يعني الأصل إحنا نعتمد عليه دعم الاتحاد، لأنه بكون بداية الموسم ونعتمد عليه في إعداد الفريق وفي تجهيز الفرق وشراء الملابس والتدريب وحجز الملاعب والمواصلات. يعني هاي البداية بتكون معنا أستاذ ليث على أساس إنه ندبر حالنا بال 14 ألف، وهو مبلغ يعني وال30 ألف بعدين بيجوا مع بداية الموسم والمباريات، خلال الدعم، خلال المباريات لما نفوز أو خلال لما يكون عندنا مهرجان أو يكون عندنا مباراة ثانية، يعني بيجي عن طريق النشاط اللي موجود خلال الداعمين. يعني بقول لك الداعم إذا بتلعب بعطيك، أو إذا بتفوز بعطيك، لذلك في عندنا بتلاقي منافسة بالملاعب وبين اللاعبين وبين الأندية. وبعدين أستاذ ليث، جماهير أندية الدرجة الثانية عن دون كل الدرجات، يعني ما شاء الله إذا بتحضر مباراة بين أندية الدرجة الثانية، أنا بعطيك مثال، سحم مع دير أبو سعيد، إذا بتشوف المباراة بحضرها 4000 واحد أو 5000 واحد. طب ال 4000 المحبين للنادي لو كل واحد دينار حلوا هالمشكلة، وشو بدك فالاتحاد ودعم الاتحاد سيدي، وبدل ما الاتحاد يضل يتحكم فيك. يعني أنت الاتحاد واليوم يتخذ قرار يهبطك. الاتحاد سيدي داعم لكل الأندية. نعم. يعني بدعم المحترفين، بدعم الدرجة الأولى، وبدعم الدرجة الثانية. يعني إيش معنى الدرجة الثانية؟ الاتحاد مقصر معها هذا العام. يعني احنا موجودين، قلت لك يعني انتم الرسائل المفروض استاذ التقطوها من الاتحاد. انا مش مع انه بحكي لصالح الاتحاد، لكن هاي الرسائل اذا دور المحترفين وانديه محترفين وما استجاب الاتحاد لمطالبهم، في نهايه المطاف خاضوا مواجهات بطوله دور المحترفين. فاليوم هو المشكله كانت انه يجب ان تداركتوا موضوع التعليمات ووضعتوها بعين الاعتبار كاولويه تعليمات بطولاتنا المحليه، بانه غيابك اليوم عن المباريات في نهايه المطاف راح تصفي انت في الدرجه الثالثه. اذا احنا ما كنا نتوقع انه الاتحاد كره قدم خلال 48 ساعه، كانها امر يعني مبيت، 48 ساعه يعني حولني من اللجنه التاديبيه يوم الاربعاء، اجتمعت الهيئه التنفيذيه يوم السبت، حولني اللجنه التاديبيه. يعني كان من المفروض انه يكون اجتماع يصير فيه مداخله، يصير فيه مبادره يعني من الأعضاء، من الشخصيات. يعني اليوم استاذ ليث والله غريب، يعني تواصلوا معنا عشرات اللاعبين، عشرات الشخصيات،
نعم. عشرات المبادرات، يعني ناس تحب كرة القدم بتقول شو اللي صار معك وشو هالسابقة اللي اتحاد كرة القدم خلال 48 ساعة هبطكو وغرمكو، يعني الناس كلها مستغربة. نعم. الشخصيات الرياضية حتى الإعلامية حكوا معنا، يعني بقول لك شو اللي سويتوا انتوا؟ قلنا والله عمي ما سوينا شيء، احنا الجماعة بنلعب كرة قدم، الجماعة بنعشق كرة قدم، الجماعة بالوادي بالمخيمات بالأرياف، فاحنا يعني رسالتنا حبيه، رسالتك ان شاء الله استاذي بتوصل للمعنيين، وان شاء الله انه بنشوف في حل توافقي في هذه المشكله وهذا القرار التاريخي اللي اكيد كنا بنتمنى انه الامور تكون في نصابها. بدي اشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف، وان شاء الله رسالتك تكون وصلت للمعنيين في هذا الملف. يعني انه شكرا للأستاذ راتب الشطناوي الناطق باسم الأندية ورئيس نادي شباب حوارة في حديثه عبر هذا البرنامج. يعني هذا القرار مثل ما تحدثت، وأنا حسب يعني عندي المعلومات أن القرار سينفذ هذا القرار، والقرار بتهبيط جميع أندية الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة مع صعود 8 أندية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والهبوط بدل 4 فرق درجة أولى راح يهبط 3 فرق، والاتحاد أصلا هو ماشي بتخفيض عدد الأندية المشاركة في بطولات البطولات كان دوري محترفين أو دوري درجة أولى، فبدل دوري الدرجة الأولى ما يلتعب ب 14 فريق كما كان هو مقرر الموسم القادم راح يلعب ب 11 فريق، ما عنده مشكلة 11 فريق دوري درجة أولى، هبوط 3 فرق إلى الدرجة الثانية، والصعود 8 فرق من الثالث إلى الثانية، صار في 11 بيلعبوا دوري ب 11، وأندية الدرجة الثانية إلى الدوري الدرجة الثالثة. هذا القرار الذي جاء بعد تعليق أو عدم المشاركة من أندية الدرجة الثانية في لمواجهات بطولة الدوري. بصراحة رأيت الموضوع موضوع جد يعني غريب بصراحة، يعني في النهاية يعني الاتحاد هو يعني الأب الحاني على الأندية، نتمنى يعني يجد حل توافقي مع الأندية، اجتماع مع الأندية. في النهاية مش ضروري إنه يدفع لك 14,000، ممكن نصل ل 7,000، نصل ل 5,000، ل 6,000، حتى انه الناس ليت المشكله مش بالاتحاد ولا الانديه، المشكله هناك في عدد كبير من اللاعبين والمدربين ستضرروا من هذا القرار، هذا القرار سيضر عدد من العائلات، من عائلات اللاعبين ومن عائلات المدربين. نعم. هنا المشكله، مش المشكله انه 7,000 ولا 12,000 ولا صار 14,000. انت عندك انديه الثالثه بتحتفل الان طلعوا على الثاني اكيد، فلا اعتقد انه يعني هذه مشكله يجب ان يكون لها حل. الاتحاد ما بقصر مع كل الانديه، لكن في النهايه يجب ان يكون هناك حل توافقي. بصراحه القرار صعب جدا انك تهبط 15 نادي، احنا مع الانظمه ومع القوانين، لكن قرار صعب، يجب على الاتحاد ان يعيد حساباته، خاصه انه في ناس راح تتضرر. المشكله مش انه بس كرقم 15 نادي، 15 نادي كم واحد بضمه؟ صحيح في صفوفهم كل هؤلاء سيكونوا من المتضررين، وبصراحه في ممكن تقطع ارزاق ناس يعني، وهذا الامر اعتقد ما حد بيقبل فيه. نتمنى انه يكون خلال الايام المقبله جلسه بين الاتحاد وبين الانديه حتى نصل لحل توافقي. يعني مش ضروري ممكن الاتحاد يتخذ هذا القرار، يعني حسب المعلومات انه راح ينفذ هذا القرار وصادق على هذا القرار، ممكن الاتحاد بهذه الخطوه شاف هذا الموضوع بأنه هاي رسالة لكل الأندية، خصوصا أنه بالآونة الأخيرة صفت عنا اللي بده مصاري يا بتعطيني مصاري أنا بلعبش، وهذا الشيء يعني حتى غير مقبول حتى من الأندية، أنه أنت اليوم تربط موضوع دعم مادي من اتحاد غير ملزم بدعمك ماديا، اتحدثنا مهنيا واحترافيا، احنا بنحكي كرة قدم طالب. واحد زائد واحد يساوي اثنين، اليوم ما في همونة وفزع كرة قدم وبأمون عليك والله تعطيني زيادة 2000 ليرة وبأمون عليك تعطيني 2000 وتيجي تحكي لي آخر شيء والله ما توقعت الاتحاد يطبق تعليمات في هذا الجانب. بعدين يعني وزارة الشباب تدفع 3,000 والاتحاد 14,000، يعني الأولى أن يعكس المبلغ، الأولى أن وزارة الشباب هي التي تدفع 14,000 للأندية أو 10,000. نعم. والاتحاد هو اللي يدفع 3,000. نعم. يعني أنا الحمل كبير، أنا متأكد أنه الحمل كبير على اتحاد كرة القدم، هناك مبالغ كبيرة تدفع للأندية بكافة الدرجات. نعم. لكن في النهاية مصلحة اللاعبين ومصلحة عائلاتهم أنا بعتقد هي الأهم في هذا الملف. إن شاء الله نتمنى أنه يعني لا يصل إلى طريق مسدود، وأنه نعم. يكون هناك في حل منطقي وعقلاني يضمن عودة البطولة، وإن شاء الله المصلحة العامة أنها تكون يعني هي الأهم بعين ومن يتخذ القرار في هذا الجانب. مع نهاية هذه الحلقة بدي أشكرك ثائر على وجودك معنا في حصاد الرياضي. شكرا لك. والشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، تحية مني لكم وإلى اللقاء.